كانت الرؤية بعد غير واضحة تأجلت هيدي الزيارة يلي كان مفروض يا بكرة جاي شو جاي يقلنا وفق المعطيات الجديدة ومن بعد جولة بلينكن على المنطقة وهو يعني مجيته لهوكشتاين بهيدا التوقيت لتكون خلصت جولة بلينكن يلي كان مبارح بتل أبيب كمان. فشو جاي يقلنا هوكشتاين؟ شو حامل معه هالمرة هوكشتاين؟ وصفت زيارته بالمهمة وبالمختلفة عن الزيارات الأخرى وسط حتى كلام بلينكن بالمنطقة على رغم بعض السوداوية بالشق المتعلق بفلسطين وبغزة وبموضوع العدوان ومش شايف إنه إسرائيل عم تعمل شيء على ما يبدو بغزة على الرغم من كل هذا المشهد في هذا الحرص الكبير على عدم توسع الحرب وعلى عدم امتدادها وعلى موضوع إنه الجبهة الجنوبية تضل هدي. شو جاي قلنا هوكشتاين؟ طيب هون بدنا نفوت شوي بالعمق يعني لحتى نحدد الموقف الأمريكي وطريقة النظرة الأمريكية إلى الوضع القائم على المستوى الإقليمي وتحديدا الوضع اللبناني. ست سمر من الواضح انه على مستوى المشهد الاقليمي المتأزم وبمعزل عن الشيء اللي عم بيصير بغزة لانه اللي عم بيصير بغزة فينا نقول انه مساره يمكن بقى واضحا يعني صار فينا نتمثل ونفترض الشكل والتصور اللي من الممكن ان تقول اليه الامور بغزة. نقطة الارتكاز بالمشهد الإقليمي على خلفية المقاربة اللي بيشوفها الأمريكي أنا برأيي هي المسألة اللبنانية لأنه العقد الأكثر تعقيدا على مستوى هيدا المشهد هي المسألة اللبنانية حاليا. هيدا الأمريكي اللي على مستوى سنين عديدة كان عم يرسم استراتيجيات ومخططات تنطلق من مرتكزات عديدة، واحدة من هاي المرتكزات هي عدم الانخراط بحروب وحصول ما يشبه الانزياح النسبي الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط لكي يتجه إلى جبهات وملفات أخرى. طيب النقطة المركزية التي من الممكن أن تشكل عامل توتر وصولا إلى الانفجار بالمستقبل القريب هي الجبهة اللبنانية لأنه نحن حاليا بالجبهة اللبنانية يعني بين فلسطين والمحتل ولبنان هنالك عقد قائمة وحل هذه العقد يستدعي جهودا استثنائية وفي حال عدم الوصول إلى حلول من الممكن أن ينقلب المشهد الإقليمي رأسا على عقب. عشان هيك الأمريكي أنا برأيي جاي لحتى يثبت نقطتين. النقطة الأولى هي ممارسة المزيد ما بدي أقول من الضغط المزيد من التأكيد على ضرورة عدم انجرار الأمور واتساع هوة الحرب على الجبهة الجنوبية لحتى تكون حرب شاملة. والنقطة الثانية بده يناقش بشكل متزامن وموازي موضوع اليوم التالي اللي له علاقة بغزة بده يناقشه على مستوى الوضع اللبناني. الأمريكي يعرف أنه هنالك عقبات عديدة وعلى خلفية محاولة أنه الأمريكي بده يقارب الموضوع بخلفية واقعية عم بيقدم الأمريكي مجموعة من المقترحات والمبادرات والمغريات إذا بدك لكي يضمن مسألة أساسية ألا وهي استتباب الوضع على الحدود الشمالية الجنوبية بين فلسطين ولبنان بما يضمن عدم يعني إذا بدك بما يضمن عدم تحول ما حصل في غزة إلى بؤرة جديدة للصراع على مستوى الشرق الأوسط. نعم تحدث أن الأمريكي حامل مقترحات ومغريات. ما هي هذه المغريات؟ اليوم انحكت سهل عليك الموضوع انحكى عن تفاوض عم بتم على شيء له علاقة بالرئاسة على شيء له علاقة بالمكتسبات الداخلية هيدي مغريات عم تتقدم لحزب الله وحتى الرئيس مئاتي تحدث عن المغريات التي عم يعني يتم تقديمها. هل صحيح أن هناك ربط يعني هناك مغرى من هذا النوع أحد هذه المغريات هي بأن اضبطوا جبهة الجنوبية ولكم ما أردتم يا حزب الله في رئاسة الجمهورية؟ أنا برأي الموضوع يتخطى رئاسة الجمهورية بغض النظر إذا اللي عم بحكيه هو معلومات ولا هو التحليل ما بدي يعني شير لهالنقطة
بس أنا اللي بقدر أقول لك إنه إذا نحن هلأ بنحط حالنا قدام الأمريكي والأمريكي بده يجي على لبنان والأمريكي بيعرف إنه حزب الله هو خصم على درجة عالية من الصعوبة والعناد والتمسك بالثوابت والمبادئ، وأنا بنفس الوقت كأمريكي بدي أحاول أن أضبط الجبهة الجنوبية بلبنان وعدم ذهاب الأمور إلى المواجهة والحرب، ليس ثمت ما يمنع من قبل الأمريكي والعقل الأمريكي أنه يقول له لحزب الله مش بس رئاسة الجمهورية إلك، لبنان كله إلك. يعني هل قد الوضع بالنسبة للأمريكي حساس بعد 27 وحرص الأمريكي على عدم ذهاب الأمور نحو مواجهة إقليمية مفتوحة؟ بيجي الأمريكي على لبنان بيقول له لحزب الله بدي منك بس شغلة وحدة، هي أن تتعهد بأنك لا تهاجم إسرائيل، ما بدي منك لا تنسحب لا إلى جنوب النهر ولا بدي منك إنه شمال النهر، ولا بدي منك إنه يعني تجمع سلاحك وتسلم سلاحك للدولة اللبنانية، بدنا منك شغلتين، أن تتعهد بأن لا تقوم بما قامت به حماس بسبعة تشرين على خلفية طوفان الأقصى، والنقطة الثانية أن يكون هنالك مفاوضات على يعني الأراضي المحتلة اللي هي يعني مزارع على الشريط الحدودي والنقاط المتنازع بعد أنا لحد هاللحظة عم بقدم المقاربة الأمريكية أو كيف ممكن العقل الأمريكي عم يفكر، وهو اللي عم بقولهم ما في مانع أنه الأمريكي يطرحهم ويمكن يكون طرحهم ما بعرف. ما أنت ما رفضت لنا إذا معلومات ولا تحليل، ولكن يعني تتقاطع الكلام مع معلومات. على طبعا كتحال. الأمريكي ما عم بيقدم كل هول الأمور بشكل بريء، الأمريكي عم بيقدمهم لسببين، سبب مرتبط بالمصلحة المباشرة اللي بتأدي إلى استتباب الوضع، لأنه حزب الله بما لديه من ميراث وصعوبة بالعقل الأمريكي مش بالضرورة يقبل إذا تقدم له هيك مبادرات سريعة وفتات الأمور، علما أنه حزب الله لديه مقاربة مبدئية. هلأ إذا بدك نرجع لإلان أنه نحن ما زلنا حتى اللحظة عم نحكي كيف الأمريكي ممكن يفكر. النقطة الثانية أنه ليك واحدة من الأمور اللي أدت إلى تراجع الدور السوري على المستوى الإقليمي بعد احتلال الكويت وبعد ما تم تلزيم سوريا الاهتمام بالوضع اللبناني وتم وضع لبنان تحت الوصاية السورية، إنه سوريا هالقد انغمست بالوضع اللبناني بما أدى إلى تراجع الاهتمام والحضور السوري على المستوى الإقليمي. أنا اللي بدي لك إنه كمان الأمريكي وقت اللي يقدم هيك مبادرة لحزب الله وهيك مغريات بده يشغلوا الداخل اللبناني، بده يقول له تعا كل هذا لبنان لإلك وأكثر من هيك، بس خليك ضمن هالحدود. الأمور اللي هي تشكل عائق أمام إعادة نهضة لبنان، أمريكا مستعدة جديا أن تتعامل على رفع الموانع التي تساهم بنهوض لبنان. يعني بنعطي استثناء لإيران، بتجيب نفط، علاقات اقتصادية مع إيران، حكومة، رئاسة جمهورية، استقرار بوضع العملة، عدوا على طاولة مفاوضات أنتوا اللبنانيين. بس حزب الله هو دوره على هاي الرقعة هو الوصي إذا بدي الأساس. طيب هل سينزلق حزب الله إلى لا هذه هلأ هون المغريات شو بده يجاول حزب الله ورؤيته؟ أنا أي حدا بيفهم السياسة الأمريكية تاريخيا يعني من أيام كيسنجر إلى الآن أداء أمريكا فايت بمساومات وفايت بمبادرات من هاي النوع، صحيح أنه أمريكا عم تتخلى عن شيء بس بالحسابات الأمريكية أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، وبالحسابات الأمريكية أنه الشيء اللي عملته حماس بين ليلة وضحاها بسبعة تشرين من الممكن أنه الحزب يعود يكرر في لحظة معينة من الشمال، من شمال خاصة أنه يعني الأمريكي كمان من شو بيخاف، يعني تأكيدات الحزب أنه أنا ما بدي حرب هي كمان بالعقل الأمريكي وبالعقل التكتيكي وبالخدع التي تقوم عليها الحروب عادة، هيدا ما بيعني بالضرورة أنه فعلا الحزب لا يريد الحرب. وفي دوافع عديدة يعني هلأ هاي موضوع تاني.
بس طيب. انه خدني على النقطه الاساس لحتى نجاوب على الطرح الامريكي. ايه. شو بده يعمل حزب الله؟ حزب الله بيوقع بالفخ مقابل المغريات. وشو هي الرؤية يلي على أساسها بده يشتغل حزب الله؟ إذا كان قبل 27 متمسك بالمقاومة 100%، بعد 27 متمسك بالمقاومة 1000%. وحزب الله إذا كان قبل 27 يعتبر أنه المقاومة أولوية الأولويات، بعد 27 سيظل متمسكا بهاي الأولوية أيا تكن الاعتبارات الداخلية. بس طبعا هيدا ما بيمنع أنه حزب الله من دون أن يكون هنالك تخلي عن المبادئ والثوابت، أنه يشوف أنا كيف ممكن استفيد وحقق مصلحة للبنان على خلفية المترتبات والتداعيات اللي نتجت عن طوفان الأقصى وحرب من هون قال جزء. السيد أنه لدينا فرصة تاريخية، يعني وقت السيد عم بيقول نحن أمام فرصة تاريخية لتحرير الأرض. خلينا هاي النقطة نحطها على الطاولة، اللي أنا برأيي هيدي مفتاح أساسي لمعادلة إقليمية كتير مهمة. السيد شو عم بيقول؟ على سبيل المثال أنه هنالك مهجرون أو نازحون مستوطنون، هول طلعوا لأي سبب كان، هول بدهم يرجعوا، وهؤلاء لن يعودوا حتى لو تم وقف إطلاق النار في غزة وفي الجبهة الجنوبية الفلسطينية، لن يعودوا ما لم يكن هنالك عرفت توافق وضمانات. طيب السيد عم بيقول هؤلاء لن يعودوا من دون أن يكون هنالك ثمن تدفعه إسرائيل، والحد الأدنى للثمن المطلوب أن تدفعه إسرائيل هو تحرير الأراضي اللبنانية والأراضي المتنازع عليها. وهيدا التحرير بيصير بوحدة من طريقتين، إما إسرائيل بدها تستمر بالجبهة وتستمر بالعدوان على لبنان حتى لو كانت واقفة الحرب بغزة على خلفية انسداد الأفق للوصول إلى تسوية سياسية، وحزب الله عندئذٍ سيكون أنا برأيي صاحب توجه للعمل على تحرير الأرض، لأنه حزب الله هلأ العنوان اللي عم يرفعه هو إسناد لغزة، بس آنذاك حزب الله لديه القدرة وسيكون لديه القرار لتحرير مزارع شبعة والأراضي المحتلة، سواء كان بالعسكر أو بالتفاوض. هاي بالعسكر، أما بالتفاوض أوكي. وهون بحب أكد على نقطة وخلي العالم يعني يركزوا كتير لحتى ما ينفهم الكلام غلط، حزب الله ليس معنيا على الإطلاق بأي عملية تفاوضية مباشرة لا مع الأمريكي ولا مع الإسرائيلي. وحتى الدولة اللبنانية عندما تتفاوض تتفاوض مع الأمريكي هي ليست معنية بالتفاوض المباشر مع الإسرائيلي. هنالك قرار 1701 وهنالك أراضي محتلة. إذا أرادت إسرائيل، وهون عم بحكي أنا بمنطق الدولة اللبنانية اللي ممكن تقدمه لحزب الله واللي ممكن الحزب أنه يقبل فيه، إذا تعهدت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتعهدت بعدم الاعتداء على لبنان أو بخرق السيادة اللبنانية، حزب الله رح يقول للدولة اللبنانية بارك الله فيك وهينا قدرنا نحرر الأرض، ومثل ما عملنا بعد 2006 نوع من توازن الردع والرعب مع إسرائيل، هلأ نحن بعد 2023 حنعمل توازن تحرير، إنه نحن حررنا ما بدنا هلأ لا نفوت، يعني لا إنه إسرائيل إذا ما اعتدت علينا ما حنعتد عليها. أوكي. مع نعمل. التأكيد نحن حررنا أرضنا ويرجعوا المستوطنين، مع التأكيد على نقطة إنه البعض بلبنان شو بيقول لك، يعني البعض بلبنان متحمس كتير لمسار التفاوض وحل المسألة من خلال المسار التفاوضي، يعني مشكلة بين إسرائيل، علما أنه إذا مشيت الأمور بالطريقة التي تريدها أمريكا، أنه إذا أمريكا بتقله لحزب الله تعا أنت ولي أمر لبنان وعميل بدك إياه بس ريحنا بالنسبة
للجبهة الإسرائيلية هؤلاء بالعقل الأمريكي من الممكن أن إنه أمريكا مستعدة تحولهم إلى رعاية عند حزب الله، رعاية يعني إنه حزب الله هو يحكم لبنان ويفعل ما يريد في لبنان نتيجة ضوء أخضر أمريكا، بغض النظر إنه حزب الله نحن عم نقول ما حيقبل، يعني حزب الله ما حيقبل إنه ينغمس بالسلطة اللبنانية وبالشأن اللبناني الداخلي، وأكثر شيء ممكن إنه يقبل فيه حزب الله أن يكون شريكا على الطاولة بإدارة الوضع اللبناني على غرار السنين الماضية اللي نعم. كنا عم نشوفها. بس النقطة المركزية إنه إذا حدا بده يقول بما إنه إسرائيل انسحبت من مزارع شبعة وطبقنا 17-0 ما بقى في لزوم للسلاح، برافو، إنه يلا تعال حتى هلا اللي بدي أقول لك إنه دولة مثل إسرائيل هالقد عدوانية وهالقد وحشية، والشيء اللي شفناه بغزة شيء خارج الوصف وخارج التاريخ وخارج القدرة على التصور. هيك دولة حتى لو كان هناك من قبلها التزام بالقرار 17-01 على غرار التزامها بال 425، هيدا السلاح مش بس له وظيفة تحرير الأرض، هيدا السلاح له بعد آخر هو الدفاع عن لبنان. بس هيدا ما بيمنع أنه تعو نحن نقعد كلنا على الطاولة ونعيد تعويم موضوع الاستراتيجية الدفاعية لحتى نشوف ما هي الطريقة الفضلة للاستفادة من هذا السلاح أو إدخال عناصر جديدة عليه لحتى تكون الجبهة اللبنانية أكثر تحصين.